أنتقل الآن إلى الدكتور فولوديمير شوماكوف. دكتور شوماكوف، في كييف كيف نظر إلى الضربة التي وجهت لمستودع النفط في سيفاستوبول؟ هل تباهت بها القوى الأوكرانية؟ هل تحدثوا أنها مقدمة الضربة المضادة التي وعد بها الأوكران؟ السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام سيدي. تحية طيبة من أوكرانيا. بصراحة بصفة عامة هنا في أوكرانيا شح من المعلومات حول هذا القصف. من المعروف بأن أوكرانيا قصفت بمسيرات أوكرانية هذه المدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، أين قاعدة عسكرية روسية. فأوكرانيا خرقت تقريبا 30 أو 40 ألف طن من العقود. أكيد هذا هجوم، هذا صفع على وجه بوتين وكمان صفع على وجه جيش روسي. ترى تباجح روسيا حول حماية جو متطورة، يعني بطاريات S-300، S-400، S-500. يعني نحن لا نشاهد بأن عند روسيا مشاكل كبيرة مع دفاع جو روسي. وكمان نحن نقول من الممكن هذا التحضير قبل تدمير الجسر في شبه جزيرة القرم الذي يراقب شبه جزيرة القرم مع روسيا. من المهم جدا تدمير هذا الجسر لانقطاع امدادات ذخائر ومعدات عسكرية في المستقبل، وهذا في ضوء هجوم ضد قوات مسلحة أوكرانية متوقع. يعني بصفة عامة غير معروف متى سوف يكون هجوما مضاد. هل هذا سوف يكون هجوم مضاد شامل يعني في كل على كل مناطق المحتلة أو فقط إقليمي؟ ما زال للأسف شديد غير معروف، ولكن هذا منطقي، هذا السر.